لسالفيو ناحية اليمين ينطلق ماكسي بيريرا ياخذ مكانه في انتظار العرضية. جاءت العرضية بالفعل من بيريرا وفولكان دي ميريل يتردد بينما إصابة كبيرة أعتقد إيجي من كوركوماز لا جوكان 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 جونول سقط بلا حراك وفولكان ديميريل بيعاتب جايتان. مش وقت عتاب دلوقتي لا وقت بلاش العتاب يعني مش وقت عتاب وخناق اطمنوا على الراجل اللي مرمي على الارض ده الاول يعني جوكان جونول سقط وتبدو بالفعل الإصابة خطيرة ومؤثرة والضربة أو الخبطة من جايتان هي أكيد بلا تعمد أكيد مش متعمد لكن خلينا نشوف آدي جوكان في وجهه بقدم جايتان في رأس أو شوف جايتان بيلعب الكرة بدل ما يشوط الكرة شاط راسه فسقط جونال أو شوف الكرة صعبة جدا صعبة جدا.